كان في ديزني لاند واللي يعتبر ديزني لاند انيمالز فيعني حديقة حيوان في ديزني لاند تحديدا. مالكم شغل بي لانه محطة مكياج كذي فبغض النظر. طوكيو ديزني لاند طبعا طوكيو ديزني لاند اول مرة اروح لها، رحت من قبل هونغ كونغ ورحت فرنسا مرتين ورحت هونغ كونغ مرة واحدة ورحت امريكا بعدين نسيت والله امريكا في ولايتين في اورلاندو وكاليفورنيا. انزين طبعا انا وايد سعيدة اني هنا موجودة في طوكيو لان طوكيو عندهم ديزني لاند تتكون من قسمين، اول شيء ديزني لاند العادية اللي كلنا نعرفها وبنفس الوقت عندهم ديزني لاند ثانية اللي هي ديزني لاند سي وور اللي هي مختصة في الماي في اشياء هذه تتميز فيها اليابان. يعني طبعا اليابان كل الديزني لاند اللي موجودين يعني شنو اللي يفرقهم؟ خليني اقول لكم، يعني امريكا طبعا اللي يفرقها ان هي فيها اكبر ديزني لاند بالعالم يعني فيها وايد ديزني لاند. الشيء الثاني اللي يميز اليابان نفسها ان فيها ديزني لاند سي وور، ان شاء الله راح اروح لها يوم ثاني بس حاليا راح ادش ديزني لاند العاديه والاجواء خير. مثل ما قلت لكم من اكبر ديزني لاند بالعالم وفيها تخيلوا 5 ديزني لاند او 4 الماء وغير المائيه 7 تعتبر. اوكي اوكي يا جماعة الخير، بما انه وصلنا ديزني لاند انيمالز فلازم ادش ابلكيشن مالهم لان كل تذكرة حق ديزني لاند لها 3 فاست باس فراح احجزها من الموقع مو الموقع نقول الابلكيشن مالهم بس موجود في اورلاندو فهمتوا، يعني اذا رحتوا لوس انجلوس مو موجود كلش فلازم ادش شو أنا شارية شيء حق ديزني لاند اللي هي هذه الساعة مثل ما قامت تشوفونه. هذه الساعة شنو تسوي؟ شفت الفاس باس اللي توا يعني حجزته شيء كل شيء يعني فاس باس مثلا الحين بروح ألعب اللعبة بدال ما أطلع لهم الكرت بس أحط الساعة وخلاص أدش، يعني مثلا حتى تذكرتي الرئيسية مال الدشة الدخول أحط الساعة بدال التذكرة وكذي حتى لو كنت ناسيتها بالساعة تنقذني. المهم هذه تقريبا سعرها $27. بديزني لاند لازم تكون معكم خريطة وخلوا قبل الخريطة هذه يقول لكم يعني تومورو يعني يقول قصدي توداي عروض اليوم كلهم موجودين مني هني صوب هذا القصر كان الساعة 9:55 كان في عرض عجيب مع هم نوعهم لأن هني حر لأن احنا بآسيا زين لا لولو يعني بأفريقيا اوكي يعني زين لأن صدق والله حرفة كانوا يطشرون ماي كل شوي حد عجيب كان انيمالز ان كل كورنر حاطين شيء، يعني مثلا عندكم اسيا عندكم افريكا المهم كورنر اسيا حاطين كورنر خاص بالهند، يعني واحدة من الهند واقفة وترقص الناس وياها او قامت تعلمهم شلون يرقصون هندي فالشيء هذا وايد حلو. حتى المطاعم تتغير يعني كل كورنر له شيء، يعني اسيا مطعم هندي افريقيا مطعم مثلا مصري يعني مثلا فهمتوا كذي. اللي مني بديزني لاند شوي احس انا مختلفه عن امريكا، يعني في وايد اشياء انزين في وايد العاب وكل شيء كل شيء عجيب انزين. اللي صدق شدني الديكورات الموجوده، يعني حسيت ان هني وايد حلوين خصوصا الاشياء الموجوده والعروض كذي. بس انا احس احلى شيء بديزني لاند انكم تصورون او شنو بعد تشوفون العروض اللي برا انزين وتدشون هم ان في ميوزك شوز يصيرون. قلت لكم لازم تمسكون هذه بس يعني احنا والله العرب شي نمشي عشوائي وما ناخذ فاس باس. الحين بقول لكم شنو يعني فاس باس. اول مره بحياتي اروح ديزني لاند فاست باس مالهم تنطرون شي طابور يا جماعه وين قاعدين زين خلوا هذا خلوا لكم تنطرون طابور كل شيء زين ساعه تدلو اقرب رايد يعني اقرب ركبه تركبونها الساعه 1:30 والحين تدرون الساعه كم الساعه 10
تعرفون ان هني زحمه، لا والمشكله ان اليوم ويكند، فاذا رحت ويكند بعد تنطرون فاس باس لازم تروحون، يعني مو كل العاب فيهم لكن يعني مثلا 5 ألعاب بكل المدينه فلازم تاخذون عشان يعني احنا ناخذ عشان ما نصف طابور ونروح نسوي ونصور ونرد مره ثانيه الساعه 1 ونص. ديزني لاند كل شوي تشربون ماي ومشروبات باردة وآيس كريم حر يا جماعة، بيت يعني الحين هذا يمكن أحر مكان اليابان ديزني لاند لأن الناس وايد لأن تلعبون وكذي وأكشن وتمشون وايد وايد ولازم ماي كل شوي، لازم تشي أشياء باردة. بعد شوي بنكمل يعني نشوف العرض وبعدها راح ان شاء الله ندش على لعبتنا اللي احنا سوينا لها فاست باس. وصباحكم اليوم الخامس او الرابع في ديزني تحديداً ديزني لاند ستوديو، هوليوود ستوديو أو يقولون ستوديو ديزني لاند ستوديو، المهم إن هذه من أفضل الديزني لاند بالعالم بالنسبة لي لأن فيها وايد ألعاب أنا أحبها، ومن ضمن أحلى لعبة في حياتي في ديزني لاند اللي هو هوليوود تاور. أخي وماخذين إحنا الحين فاسبان داخل هذه الساعة فبنروح نلعبها الحين، اللي هو عبارة عن أسانسير ينطلق وينزل. وطبعا من احلى الاشياء مني بديزني اللي هو هذا العالم اللي هو هني عالم اليهال، في وايد اشياء تشوق الالعاب، مثلا في سنو وايت ماجيك وما ادري شنو، حتى في عرض ماجيك 3 دي سينما عن ميكي ماوس كامل، وفي الحصن مني تخيلوا مني الغريب انه بديزني لاند مال طوكيو حتى النفيش اللي هو النفيش في طابور شطوله عشان يشتروا النفيش، والله ما تغشمر كنا لعبه يعني مثلا من هني زين لهناك مثلا لهذا عشان نفيش، والله ما لهم حل. قام يطق يا جماعة الخير، مطر علينا مطر خير عقب شو اسمها الهوتيل القوي، وقسما بالله طرنا انا وقسم بالله من كثر ما اني طرت ما احس اني قاعده بالكرسي، والله حسيت اني شي كنا قام اطيح، انه كان امسك ابوي لا شعوريا والله لميت ترى تدمرت انا من المطر. يلا يلا باي. على حظنا تخيلوا اليوم طق مطر مثل ما قاعد تشوفون، زي صورت لكم ان المطر حده قوي، احنا على حظنا جينا استديو شنو يا جماعه الخير، والله انا كنت جوعانه ودي اكل طابور، طبعا داخل كنت ابي اخذ بيتزا وبطاط او بس فرنش فرايز، طبعا اخر شيء اخذت نفش يا جماعه شو اسوي، زحمه مو طبيعيه، لازم تيون اول ما تفتح، احنا جينا الساعه 9 يعني 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 ورا ما فتحت بساعه، بس يلا مع ذلك المهم خذينا فاست باس. الحين بنروح في شيء بديزني لاند على شكل نجمه، هذا تحجز لكم كراسي مبكر حق الشراقيات والشوز. بكمل يومي على الهلاق اللي انا مسويته. ما تدري ايش دراني؟ حسيت واحد ضيج واحد لا، قام اقول شنو ولا شو؟ ابوي فشله يا جماعه، اشكر الناس راح يصوروني، خليني اوريكم شو مسوي انا. يعني مو بس يلعن ابو الهلاق، يلعن ابو يعني الماركات المختلفه، اديداس ونايك، ابوي خطافيه شنو سويت بحياتك؟ والله يا جماعه انا اول مره انسى، يعني كنت قام اجرب قبل ما اطلع اشوف اي واحد اليك، كان انسى واطلع فيهم مال اثنين. تونا طلعنا من العرض، مو العرض من النجمه اللي قلت لكم عنها، تاخذون يا تحجزون حق بعدين الشراقي اللي يصير بالليل او تاخذون حق بعض العروض، احنا خذينا حق عرضين هذيلا، هو يعني ترى حظ يعني ممكن تاخذون كله يعني، فالمهم طلع لنا الحمد لله، راح نروح الساعه 3. جماعه تدرون كم واحد صور ريلي؟ عاد يا عمي عاد جدا وبرد عشان الناس قام تصور ريلي، تخسي ارد الفندق جايه يا واصله ارد البيت عشان نصوره ري. يا عمي والله البس جوتيين ان شاء الله حجابين مختلفين. هذيك اي هذه شنو سندريلا كاهن؟ ها وينه؟
سنو وايت. ياو يلا. اوكي يا جماعة بصير دوري الحين ويا تانكل بيل. يلا كاي كاي يلا. اوه مطولين قدامي سو نمبر. وصار دوري ويا تانكل بيل. My channel. Oh, hi. Hi, channel. It's Tinkerbell. Nice to meet you. كان طافت واللي قبله كان عندي واحد وصار له عندي 3 سنين للحين عندي اياه، فقلت هالسنه ما بجيبه لان كل سنه اجيبه هذا خليه قدام مر يمي. ف شنو اشتري يا جماعه الخير؟ وين؟ اوكي دوري حريه البحر. لا يصير كنا وايد الوان صح؟ ديزني لاند يكون فيه ركن موجود حق اليهال، بس ديزني لاند مال اليابان اللي اكتشفت انه وايد كبير مالهم، والله وايد وايد كبير، راح يستانسون في اليهال اكثر من الاماكن الثانيه. يعني رحت فرنسا ورحت امريكا كان في سكشن اليهال، بس انا حسيت انه مال اليابان وايد كبير وشرح ويمرون المهم زين وسيع، فوايد حبيته. انزين انا احس يعني ديزني طوكيو طوكيو ديزني لاند وايد حلوه حبيتها. العروض الموجوده فيها سجلنا زحمه وايد، بس قلت لكم حتى لو انتم فيو ما تبون تاخذون طابور، لحد الحين انا ما وقفت ولا طابور. انزين بس لما بشتري ماي بس شو اسوي؟ انزين حتى لو ان انتم ما تبون تاخذون طابور تاخذون فاست باس تلعبون 7 العاب 8 العاب كافي، اصلا اللي يلعب 3 العاب ديزني لاند يصفق من وناسه. بس لا احنا انا يعني انا وحصه بالعاده نحب نلعب، يعني نحب نلعب كل العاب ديزني لاند لما ناخذ الفاست باس. بس قلت لكم مو كل الالعاب حق الفاست باس، بس الحين خليت كم لعبه. انا اهم الالعاب عندي ليزر مال توي ستوري مشهور، يعني ماكو احد ما يعرفه، اذا تعرفونه اكتبوا لي تحت ان احنا نحبه. انزين طبعا والله عجيب حيل. انزين وبعد عندكم القطار هذا اسمه ستار وور ماونتن، هم من هذا من اشهر الالعاب الموجوده بديزني لاند، موجود باغلب ديزني لاند فرنسا وامريكا واليابان كل الالعاب. وعندكم لعبه ثانيه مالت ياهالي هي الدشون مدينه العالم طالعون نفس هذه شفتوها؟ والله هذه اللعبه موجوده بكل دول العالم اللي فيهم ديزني لاند اللي الدشون اسمها اسمها ذا سمول وورد. اوكي محبوبه الكل ومحبوبه الجماهير سندريلا سي هاي. الأميرة الثانية اللي صراحةً ما أعرف اسمها. هاي. Yeah, for my YouTube channel. Say yes. Hi. Well, I hope everyone's having sweet dreams. أوكي الحين عرفت هي الأميرة النائمة دام قالت الكلمة فعرفتها. أوكي. Practicing my mind reading powers. Wanna see? Yeah. I knew you'd say that. Just a sec. Okay. Any card, any card. I'll show it to our friends, but don't let me see. How we got it. Good. Now, look into my eyes. Is it the Queen of Hearts? Yeah. Hot dog. Yay! Good job, pal. Here, I'll take this one here. And look into my eyes. Is it the Queen of Hearts? Yeah. Wait. Oh, we should have just done that. Mickey, don't show up. Here. Of course. كل العابهم داخل يبان تو. فيلا راح نلبس مال المطر بعدها ننطلق. ما ادري شيء يسوي. فيلا بعد شوي دوري. تخيل اول ما شفته كان اروح اركض درقن درقن، يعني من صدقكم يعني لازم اكون اول واحده اتصور ويا الشخصيات. فهم كلهم وراي وراح يكون المنظر حد عجيب لان شوفوا القصر ورانا، فالمنظر راح يكون حد ناري وانا ناريه وانتم ناريين. اوكي ان شاء الله يعني. وصار دوري. اوكي مع اني ما اعرف اسمها بس هاي. اوكي
اخروا اصواتكم. هنا خلصنا من كله. اي خلصنا الله يسلمكم. ما كليته؟ لا، على قولتهم في مثل شو يقول يبا؟ لا تغرك المظاهر اعرف ما بداخله. تبغى بس شيفته. ابوي تخيله وقالت لي هي باستا. تعرف شنو طلبت؟ شو هذه باستا؟ هذه سلط يا حبيبتي. زين تخيلوا ان احنا حاجزين طاولة بالاب مال، يعني تخيلوا ان ويتي يا معودين من زينة. يسمونها ما ادري ليش انها تتمتع باكثر من مدينه. يعني هني شوفوا الحي الصيني، الله تذكر فيديونا، انزين هناك الافريقي، يعني كذي حركات فحدها عجيبه، والنرويجي وكذي. فالنرويج حاطين مالت ألسا وهذول ألسا وفروزن يسمونها. فوالله اللعبه حدها قويه، بس يعني لو قوونها اكثر شلون قوونها؟ يعني يزيدون فيها ماي وحركات وثلج صجي، بتصير صج بيرفكت. لكم صراحة السنة اللي طافت يومينا ابكوت ابيت لوع الكب، بس يوم ضافوا عليها شو اسمها فروزن صارت حلوة. فهمتوا شلون؟ الشعب الياباني من كثر ما هو ذربي يا جماعة، لما يقعد يشوف العرض، يعني مثلا لما يمرون هذيل الشاحنات كله يقعد برصيف وبالارض، الا هم يقعدون على، شفتوا يقعدون على شرف. والله العظيم والله انهم شعب في قمة النظافة وعجيب. في ابكت ان تمشون ماشي كلش ماله داعي انكم تمشون فيه، يعني لازم تلبسون جوت رياضه وراح تمشون. و بس شفتوا يوم اقول لكم راح تمشون وايد على الفاضي، هذه المدينه مالت الالعاب هني ديزني الاصليه، لكن البدايه او البوابه الرئيسيه واللي تطلعون منها تخيلوا ان هناك شذي، والله هناك الطلعه وهناك الدشه. عقب ما تغدينا من المطعم الفاشل مال الاميره والوحش، فرايحين الحين ناكل مره ثانيه لان جد ما كلت شيء هناك غير سلطه. لا وقام اكل طحالب، مو قام اكل سلطه. والحين راح ندش المطعم المغربي. بعطني عطني كلمة مغربية بسرعة.
بسرعة بسرعة. أحبكم بالزاف. أحبكم بالزاف. أوكي ما أدري إذا صح ولا غلط مطخب عد. إنهم بالزاف بالزاف. يلا خلونا ناكل بالزاف. بالزاف عاد شنو يعني؟ إيش وزين يعني خلونا ناكل وايد بالزاف. شوف نهاية اليوم طبعاً أكيد دام إني بديزني لاند فأكيد ناطرين الشراقيات. شنو يعني شراقيات باللغة العربية؟ ألعاب نارية. أوكي سو ناطرين يعني. فبنهاية كل يوم بديزني لاند لازم يطقون شراقيات اللي هو ألعاب نارية فناطرين في إبكوت تحديداً. ف يا أول مرة عاد شفت شراقيات ملوتهم. السنة طافت كان نفس شو على الكرة مالتهم بس هالمرة جددوا الشيء وخلوا شراقيات. رادين بيتنا. لا بس قبل ما نرد بيتنا لا تنسوا تسوون لنا احلى سبسكرايب من ايدكم الحلوه او سبسكرايب لايك كومنت. واحبكم. باي. اوكي ناس قاعده تطالعني. يلا باي باي.